مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم ومساء أوقاتكم بكل خير وبركة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. مرحب بكم مع كل الود والتقدير في هذا الموسم الجديد، في بحثنا الدائم والدؤوب عن مناطق الإنسانية والحالات التي تستحق الوقوف عندها. اليوم نحن في واحدة من الحالات التي تستحق الوقوف والتأمل، هذه الحالة التي كافحت وتحدد الظروف المستحيلة. نحن في منزل أخونا محمد علي، محمد علي الرجل الذي يكافح يعين نفسه على الحياة ويعين والده. محمد علي مقعد ومن المعاقين ويعني محتاج العون، ولكن خلونا نقف على قصته بالتفاصيل. مرحب بك محمد علي، حبابك عشان مرحب بكم حبابك. عرفنا عليك محمد علي وعلى أفراد أسرتك. أنا أفراد أسرتي أخواتي، أمي أول حاجة، أمي والدتي، عندي إسراء، عندي سماح، عندي غادة، عندي أمونة، دي المزوجات. في البيت هنا معاك من أمنا إسراء؟ إسراء أختك. هاي إسراء. ومعاكم من؟ معاي أمي. البعيلكم منو؟ منو اللي بيساعدكم؟ والله أنا هناي فاعل خير. فاعل خير؟ هاي تمام. واللي جار بيك غالي. أنتوا ساكنين بالإيجار؟ هاي بالإيجار. هاي كلمنا عن حالتك أنت. لازم مجهود 45 سنة. من ويندون بس من طلعت من بطن امي. انا طلعت بالحقيقة كده مشيت، الوالد وداني 3 مرات مصر بس، ومشيت سنجل صابونابي ولا ودي الاجاب همت البلود دي كلها. وما المصريين قال لي الزول ده ما بيتعالج، دي قسمة الله. انا برضى بقسمة الله بس. دخلت مدرسة قريبة؟ ما دخلت مدرسة نهائي نهائي، ما دخلت مدرسة. أنا أمي زي الرسول، ما دخلت مدرسة نهائي. طيب بس أنت بتعمل شنو عشان تساعد؟ والله أنا دليت أول شيء دليت الكرسي ده، كان دائما يجيبوا لي موتر ريحوني من العجلات اللي بتتكسر دي بس، وكان دائما تساعد أمي برا. انت هسي بتعمل شنو عشان تساعد ناس البيت؟ لا يا اخي الناس الفعل غير بدوني عشان اقول لكم النصيحه بس، وما شغال اي شيء، ما عندي تطبيق ولا عندي اي حاجه. الناس القلوب حنينه. داسي في البيت معاك امك واختك؟ هاي. ابوك توفى متين؟ والله ليه 8 سنه. ليه 8 سنه؟ هاي بسرطان. ربنا يرحمه. الله يرحمه. كان شغال في البنك وشغال صالح العام من المدير الموظفين القدام اسمه علي يوسف محمد علي. بس انتوا هسي يعني بتعيشوا على الاعانات اللي بتجيكم من فاعلين الخير. اي حوجتكم في البيت شنو؟ والله كثير يعني. هذه الثلاجه خسرانه، والله خسرانه، ماكنتها طقت، وال ما عندها غازات واقفه هذيك. لا واتاكد شوف ثاني ناقصكم. استغفر الله. بس ما انا بدا كان بيساعدوني، سووا لي طبليه ودوني الكرسي ده عشان اتزوج. خلاص انت ما متزوج؟ ما متزوج بس الصراحه صراحه محمد علي قال لنا انه مرات بتمشي تقعد لما الناس الدكاكين تحرسون وبيدوك فيها النصيب. هاي الحاجة دي تعينك؟ والله بتساعدك شوية؟ بتساعدني شوية. بدي هسه بجيب لي أمي السكر. جيب لها سكر؟ هاي والله هسه جبت لها شوية سكر. تمشي تجيب الحاجات من السوق؟ هاي بجيبها والله، بشيل السكر دائما تقطع لي كيلو بدينة ولا بشيل. غير أمي عندي أمي يا أخي، وين هالبطاطا؟ قبل امك قالت انك بتمشي تجيب العيش وتجيب الصلاة؟ هاي بجيب بتمشي بشنو طيب؟
والله العقلي دي تعباني ظبطتني والله. وشوفوا المقعد بتاع ذاته دخل لي جوا. الله يطول عمركم ويطول عمر الاخت دي. امين ان شاء الله. بيكون العافيه. طيب محمد علي انا عايزك تحكي لي انه انت بتساعد امك كيف؟ بساعدها والله بجيب لها والله بجيب لها واركب الركشه والركشه مرات مرات تنطقف لي. بعاني ركشه ما بجيب ما برضو ب 500. مجزوره كبيره عشان تمشي تجيب الحاجات انت. ما بخليها تمشي الدك ما بخليها تمشي الدكاكين دي ما عرضي. زول بخلي عرضه؟ لا انا سويت كلام شيء ما زول بخلي عرضه. وكبيره ذاته في السن بس عامل عيون. الله يديها بس العافيه. طيب انت سي مفكر شنو ممكن يساعدوك بيه الخيرين؟ والله كان سولي حاجه دخلي بس للوالده دي وكرسي كمل بيه مشيرتي. هم مش بس يشيلوا حمل الايجار له. الايجار غالي والله 100 120. ما تشوف الشقه دي 120. وانا ولدك الكبير. طيب محمد الان يمكن زي ما قلت انت قبل شويه بتعاني من حاجتين. الحاجه الاولى انه الحركه صعبه. السلم ده شفته صعب. السلم ده بكسر العجلات. السلم ده ذاته. السلم ده كسر لي 20 عجله. وكانت تساعدني وتساعد الوالده مرحبا بيضا. هذه الوالده ذاتها. نحن بنقدم حاله اخونا محمد علي لكل الناس اللي شايفانا هسه على قناه الشروط الفضائيه. اي زول حابب يقدم الدعم لاخونا محمد علي يجيب له عجله يعمل له مشروع. اخونا محمد علي تجاوز 45 سنه ومتزوج لسه وبيعيل والدته ومحتاج لمصدر رزق ثابت. اي مشروع عينه ومحتاج لعجله او موتر تقدر تحرك. والله الموتر كان بيعاني من عدم الحركه عشان يقدر يصل للاماكن لانه بيترسل لامه مش يجيب لها الحاجات وكذا. فاللي حاب يوصل محمد علي تواصل مع اداره الانتاج ان شاء الله يوصلوكم له لحد البيت وشوفوه بنفسكم وتلاقوه. وباذن الله يعني تسعوا في حاجه اخوكم محمد علي. محمد علي قبل ما نمشي احنا حابين نسالك انه شنو ممكن الناس يقدموا لك ويساهم في انه يحسن حياتك وحياه والدتك؟ والله كان ماده كان حاجه ثانيه وكان فتحوا لي طبليه ممكن. طبليه ممكن عشان انا اتقدم اللي بيتحوى. ما جون بيتقدم اللي بيتحوى وكان مفلس ما تقبل بيه. ما صح يعني انت ما معي راجل هسه شديد انت بيتسى كان تقدمت لا مش شديد ذاته ما نتحوى في عنده الراي. الجيل ده اسمه نزار. يا نزار الجيل المطلع ده وانا داري الزواج لكن ما نتحوى للمطلعة. معليش يا استاذة مطلعة والله دار الزواج والمعوقين متزوجين. لما فكرت تقدم في الزواج الجماعي المنظمات اللي بتساعد المعاقين انه والله ما بعيدة يا اخي الدار بعيدة بعيدة وانا بعاني مرات ناس المواصلات ما بشيلوا لي العجلة والله ما عم بعاني والله ما حقيقة انا مع حاجة عايشة يا اخوي. ده ما كلام منطقي. بتفهم في شنو انت ممكن تشتغل يا حمد علي؟ والله كان انا فتحوا لي طبليه بقعد فيها عشان اعيش امي دي. يا الفضل الله يدي وانا غير امي دي ثاني ما عندي جواب. عندي الله. ابوي قال لي خليتك لله. المتروكه قالوا لي الله مقضيه يا حمد علي. ايوه دي حاله اخونا محمد علي مطرحها امامكم.
ان شاء الله كل الخيرين يساهموا في انه يمدوا يد العون لاخونا محمد علي. دي هديه بسيطه حمد علي مقدمه من قناه الشروق الفضائيه. عسى ولعل تحقق جزء من حاجاتك اللي انت بتطمح لها. تفضل. شكرا. وان شاء الله يعني في المره القادمه اتمنى انه قبل نهايه الشهر الكريم ان شاء الله بدك تعمل الحاجه اللي انت عايزها. الله يديكم العافيه. كمان نرجو من الخيرين ان شاء الله الاخوه في اداره الانتاج يوصلوا لك اللي عايزين يدعموك. ان شاء الله تفتح مشروعك بتاع الطبليه ان شاء الله وتجيب عيلتك وتقدر ان شاء الله تبير والدتك. خلاص الله يديكم العافيه وطول عمركم. يا الله. شكرا. شكرا يا حمد. الله يديك العافيه ابوي. شكرا يا استاذ. دي كانت حالتنا اليوم الليله ودي حلقتنا من مع كل من التقدير اللي كان ضيفنا فيها اخونا محمد علي بالظروف اللي شفتوها واللي عاينتوها وكل الاحاسيس والمشاعر اللي كل الحضور اللي كانوا معنا داخل التصوير. شكرا جزيلا. نشوفه في الشاشه. لحد ما نلقاكم في حلقه جديده. شكرا.